ننسى قلبي القريب. عشرة العمر تمادى في خطا مو غريبة يضمد جراحك غريب. الوفي غير الوفا شنه جزاء. الشغل بيمشي بشكل الاعتيادي إلين تنحل كل المسائل المتعلقة بحصر الميراث. الحين يا أستاذ حمزة، بصفتي محامي الشركة والمسؤول عن جميع النواحي القانونية داخل الشركة وملحقاتها، أبي أسألك سؤال واضح وصريح. أنت المسؤول عنه وعن الشركة ولا الأستاذ عساف؟ أظن أنا كنت واضح جدا في كلامي من البداية، وقلت لك ان الاستاذ عساف بياخذ حقه الشرعي حسب الشرع والنظام، وتاخذ منه اقرار بان استلم كافه حقوقه مع تنازل كامل لبنات راضي وزوجته ووالدته بعد، وهذا طبعا مع حصر كامل لثروه راضي النقديه وكافه العقارات والممتلكات بما في ذلك الفيلا. طيب وش نسوي بالمستندات اللي مقدمها عساف والمستندات اللي مقدمها انت بخصوص المديونيات اللي لكم عند راضي؟ المستندات اللي مقدمها عساف ما لها اي قيمه عندي انا. لكن يا استاذ هذه مستندات بتوقيع راضي وباختامه. يروح المحكمه علشان يثبت حقه. والمستندات اللي عندك؟ المستندات اللي عندي هذه خلها بعدين، لما اثبت انا حق بنات راضي وزوجته والسيده جمانه زوجته الثانيه ونصيب ام راضي. لكن يا استاذ حمزه. استاذ حامد، اظن كلام العم حمزه مفهوم. لكن انا ماني فاهم. تفهم بعدين يا أستاذ حامد، تفهم بعدين، بس المهم الحين نبي حصر الميراث، لازم يتم بأسرع وقت ممكن. بعدين علشان احنا نخلص من مشاكل عساف بإمكانك تروح بكتبك الحين شوي. عن إذنكم. ألو. وعليكم السلام. هلا شراح، أكيد بتوقف على توقيعي؟ معاملات مهمة؟ زين زين،
زين انتوا رتبتوا الاجتماع مع المجموعه اليابانيه؟ خلاص خلاص انا ارتب اموري وياكم ان شاء الله. يلا مع السلامه. خير يا استاذ حمزه. سلامتك. في عندي بعض الامور هناك بالكويت تستدعي سفري. وليش لا يا عم؟ انت سافر وتوكل على الله. انا ما اقدر اسافر قبل لا ارتب بعض الامور. انا في عندي اشياء مهمه لازم اخلصها بعدين اسافر يا زياد. ما شاء الله ما شاء الله العصابة كلها مجتمعة. طيب يا عم حمزة انت سافر مدام شغلك محتاجك هناك وارجو انك تكون مطمن. اي بس بوجود عساف يظل الخطر موجود. طيب الحين احنا ليش ما نكشف اوراق اللعبه كلها ونخلص؟ لا 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 يا زياد لا انا ما ابي ازعل ابو عبد العزيز ولا ام وعد والبنات. لازم اوفي انا بالوعد. طيب وش اللي ممكن نسويه الحين علشان تقدر تسافر وانت مرتاح؟ اسمع يا اسامه ابيك تحضر لي ملفات المصنع وملفات المؤسسه الخيريه اللي هو بيت القديم وكشف حساب راضي بالبنك. كل شيء بجهزه لك بالتفصيل، اما كشف الحساب فهذا من اختصاص زياد لأنه محل ثقة ومعروف عند البنك وحتى بطلب تفويض من الورثة. في هذه معك حق زياد، تصرف بالبنك إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله على الصحبة الطيبة. أشوف الدنيا صارت فوضى ومالنا وحلالنا صار مهيبة يتحكمون فيه الغرب. وانت كل جبروت بكل جبروت تدخل مكتبي وتقعد فيه وتتحكم وتتأمر على كيفك؟ تكلم على قدك يا عساف. حلال والمال اللي ورثت راضي وانت واحد منهم، لك حقك الشرعي تبي تاخذه بالتمام والكمال. انت من هو انت عشان تدخل حياتنا وتتصرف فيها على هواك؟ من اللي اعطاك الحق؟ ولا يكون زواجك من بنت ابو عبد العزيز هو اللي اعطاك الثقه انك مسؤول عن حلالنا؟ اللي اعطاني الثقه شيء ما تفهمه انت يا عساف، وهو منطق الواجب واحد الصداقه اللي تربطني بيني وبين راضي الله يرحمه، هو اللي خلاني اني ما احطك انا بالسجن. انت حطني بالسجن؟ انت فاهم معنى كلامي زين؟ اذا لك حق صحيح روح اثبتها بالمحكمه وقدم اوراقك. روح يا عساف روح. اما انت ان شاء الله حسابك معي بعدين، بس خلني اخلص من هذا. روح. روح حضر لي اللي طلبته منك ان شاء الله. عم حمزة ودي أسألك سؤال. تفضل. للمرة الثانية بسألك سؤال صريح ومن غير أي مقدمات، وش اللي خليك تأجل مديونيتك عند العم راضي وحلنا كلنا عارفين أن أوراقك صحيحة وسليمة؟ وش اللي خليك تعطل أعمالك وأشغالك لهالدرجة؟ ماني عارف أحل هاللغز. للحين أنت قلق زياد؟ ما أنكر صح يا زياد، أنا في رقبتي دين كبير لراضي،
قبل لا يكون لي عليه دين، وعشان أسدد هالدين لازم أتطمن بالأول على البنات وأمهم وأحميهم من طمع عساف، وهذا اللي خلاني أتزوج بواحدة. أنت لا الحين ما ريحتني ولا جاوبتني على سؤالي. الأيام بيني يا زياد هي اللي بتجاوبك على أسئلتك وتشيل القلق من رأسك. أنا اللي بسألك الحين. خير، ما هي الوقت تروح تزور يد العروس؟ أنت وش رأيك؟ أنا رأيي بعدين، بس المهم رأي يد العروس وأمها. إيش قلت؟ إيش أقول يا أبو زياد؟ غير هذه الساعة المباركة، وين بلقى أحسن من ولدنا زياد وحقق رغبة راضي الله يرحمه ويحلله وهو في بعده. اليوم بالليل أنا في انتظاركم، حياكم الله، مع السلامة. ألو. نعم، هلا ببنيتي وعد. لا يا أبوك ما نسيتك. بس عمك أبو زياد أخرني شوية، وانت الله يرضى عليك شوي قاعدة بالشارع، خليك عند يدتك أكيد والهانة عليك مع شختك. طيب يا أبوك أنا جايح الحين، مع السلامة. الحمد لله رب العالمين. عبيد يا عبيد، وينك ما تسمع؟ ها؟ أمامي. اسمعنا، نبي تجهز لنا عشاء طيب، عمك أبو زياد عندنا هالليلة، مفهوم؟ حاضر عمي. قواك الله. والله الله بالسلطات لا تنسى، ها؟ والزيتونات ترى عمك أبو زياد يحب الزيتون. اسمعي يا وعد، أنا خليت وئام تقعد ينجود علشان أعطيش هالأوراق، حطيهم في الشنطة ولا تسلمينهم لأحد غير أمك، سمعتي يا بنيتي؟ حاضر يا جدة. وشلون حمزة إياكم؟ والله يا جدة مبين إنه إنسان طيب، لكن تو الناس عشان نحكم عليه. لا إن شاء الله، إن شاء الله يطلع ولد حلال يا بنيتي. بس وئام للحين ما هي قادرة تتعامل معه، طول الوقت مكشرة حتى ما ترد عليه إذا حاول يكلمها. يا بنتي عمك حمزة رجال كبير وعاقل، أكيد بيتفهم حالة وئام لأنها بعدش صغيرة، وانتي عليك يا بنيتي تفهمين أختك وتعقلينها وتقولي لها هذا اللي الله كاتب علينا. جدي. ألو. أهلا يا جدي، الحين نازلين، مع السلامة. أشوفك بخير يا جدة. مع السلامة يا بنيتي، وسلمي على أمك وجدك أبو عبد العزيز، ولا تنسين تعطينها الأوراق، سمعتي يا بنيتي؟ حاضر. في حفظ الله. مع السلامة. مع السلامة يا بنيتي. الله يحفظكم يا بناتي ويحميكم انتو وامكم، ويرحم ابوكم ويرحم ابوكم. يلا يا بناتي اسرعوا قبل لا حد يشوفنا وقبل لا يصل عمكم عساف. انت تخاف من عمي يا جدي؟ شلون ما خاف يا ابوك، انا ريال شبير وشايب وعمكم شباب ومتهور. يا
لا تأخري، قرب موعد الطيارة. لا بس دقيقتين، رح سلم على أصايل والبنات وارجع. اوكي. اهلا يا جوانا. جيت ودعك قبل ما نطلع على المطار. يعني خلاص نويتي على السفر؟ البلاد طلبت اهلها. واحنا اهلك يا جوانا. يعني ما نك زعلاني مني؟ ما في وقت للزعل يا جوانا. اكيد ما كرهانتيني. اي انسان بالدنيا يحمل ذره حب الراضي ابدا ما اكره. كنت حابة أشوف البنات وسلم عليهم. البنات عند جدتهم. سلمي لي عليهم. الله يسلمك يا جمانة. بخاطرك. مع السلامة. بالمبارك يا زياد. الله يبارك فيك يا اخوي ابو عبد العزيز، ويتم موضوعنا هذا على خير ان شاء الله. وخير البر عاجله يا ابو عبد العزيز. انت مع العروس ولا المعرس؟ هقيتك انك بتجوز بنت يا صاحي. انا مع الاثنين يا ابو عبد العزيز، غلاوه وعد وغلاوه زياد واحده بقلبي. عساك على القوه يا اخوي حمزه. الله يخليك. اشوف معرسنا ساكت. حقيقه في موضوع مشغلني شوي، اخاف عساف يسوي لنا مشاكل. عجيب، شلون يسوي لنا مشاكل؟ الحين كل هاللي حواليك هذولا مو بعجبينك، وانت قاعد تفكر عساف وين راح؟ هذا عمك ابو عبد العزيز وعمك حمزه وانا معهم، ومن هو عساف هذا اللي بيخوفنا؟ ما يقدر يسوي شيء، ما دام راسي يشم الهواء، ما حد يقدر يقرب يم بناتي. انا فهمت خوف زياد من عساف، لان سبق ورفض هالموضوع. هالمره احب اطمنك يا زياد. سواء وافق أو رفض إن شاء الله بنتمم هالموضوع. الله يرحمك يا راضي وسكر روحك الجنة. تهز وتتخبط مثل قلبي. صاير نعم. في شيء؟ لا سلامتك. هذه دموع من العروس. ان شاء الله اتفقتوا. هو في خلاف عشان نتفق؟ الموضوع محسوم من ايام راضي. الله يرحمه ويغمد روحه لنا. بس
باقي نتكلم مع العروس علشان نحدد الموعد. انتوا للحين ما اتفقتوا؟ مو قبل ما ناخذ رأي العروس وأمها؟ يلا خير البر عاجله. أنا أقول كذي. أنا ذنش. ألو. هلا 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 انشراح. بخير الله يسلمك. لا أنا بعدي لا ما أنا جاهز. لما أجهز أنا أقول لكم. على خير إن شاء الله. يا مع السلامة. إيش كنا نقول إحنا؟ كنا نقول خير البر عاجله. وأنا أقول كذي يا صايل. خلينا بالأول نرتب الأمور ونشوف متى نحدد الموعد. بس أعطني فرصة أكلم موعد بالأول. أعطيك أنا كل الفرص ولو إني أنا عارف رأيه مسبقا. أنا بديش أنا ببدل لأني تابع بنام. تفضل. حمزة، إيش فيك طالعني كذي؟ أول مرة تناديني باسمي. حمزة، هذه الأوراق مهمة جدا. تخص البيت القديم. يا بت خالتي مراضي خلها عندك لأن عساف يدور عليها. ليش ما تخلينا عندك؟ ما في فرق بيني وبينك. بعدين لا تنسى أنك صاحب حق عندي راضي وأكيد بتحافظ عليها أكثر مني. مشكورة على هالثقة هذه. إن شاء الله أكون عند حسن ظنك أنت مع أخوي راضي الله يرحمه. بس ممكن تحطين ملف في جنطتي؟ إن شاء الله. ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. من هذه انشراح؟ انشراح هذه مديرة مكتبي هناك بالكويت وطالبيني ضروري. يعني بتسافر؟ قومي خالتي خلا وصلت الغرفة. وانتي عساف ما تبتنا؟ بعدين اللي بقلبه طمع الدنيا يا عساف ما يقدر ينام. تصبحين على خير يا أمه. زياد إنسان طيب وابن حلال ومخلص، وبعدين ابوك الله يرحمه موافق عليه، بس احنا لازم نسمع رايك. ايش قلتي يا وعد؟
الراي رايك يما، يعني موافقة؟ على بركة الله. وعمي عساف ما له راي بالموضوع؟ شلون ما له راي؟ هذا عمكم المفروض يكون له راي. لكن بعد اذنك يا عمي لازم نكلم عمي عساف، المفروض يكون موجود ويقام معاها حق. هو صحيح المفروض يكون موجود، بس يا وعد انت تعرفين العلاقة اللي بينه وبين عمك ومع امك. طيب يا عمي بعد اذنك ممكن اروح اتكلم معاه، يمكن انه يسمع لي لاني بنت اخوه، ما اظن يفشلني. اكيد ما راح يفشلك، هذا عمنا الوحيد حسبة ابونا. عموما هذه امك وشوفي رايها يا وعد. خلاص يا بنيتي سوي اللي تبينه، بس لا تزعلي اذا عمك يصرخ عليكي او يسمعك كلمة تغثك. ما راح ازعل يما، في الاول والتالي هو عمي وله كل الاحترام. والنعم فيش بتربيتك يا وعد، حقيقة ربيتي انت وراضي يا عصاية. اجل كلمة عمك وقولي له يوم الخميس، بس يا ليته يكون موجود. لا ممكن يكون يوم الاربعاء يا عصايل، يعني بعد اذنك، لاني انا بتكلم مع ابو عبد العزيز وزياد واتفق معاهم، لان يوم الخميس انا بسافر الكويت وعندي بعض الامور هناك في الشركه، وان شاء الله عمها يوافق ويحضر فرح بنت اخوه. اجل خلاص قولي له يوم الاربعاء ان شاء الله. انت عارفه رايي زين في الموضوع هذا يا وعد. يا عمي ما اقدر استغني عنك وارجوك انك تكون موجود. موجود ولا مو موجود ما عاد صارت تفرق. الظاهر انك انت وامك وجدك مصممين توقفون قدامي. يوقفون قدامك؟ مع ان مالك علاقه بالموضوع. خلاص خلاص، ما دام مالي علاقه في الموضوع ما له داعي بنت اخوي تكلف نفسها وتجي تاخذ رايي. يا عم واظن لو رايي يهمك انت وامك وجدك كان ما سويتوا شيء لين تاخذوا رايي. وهذا اللي اسمه زياد لو عنده نخوة هو أبوه كان جو خطبوكي مني. أظنهم أنهم جوك قبل هالمرة ورفضتهم يا عساف. كان لازم يحاولون؟ يحاولون مرة واثنين وثلاثة، لكنهم عارفين موقف أصايل مني وأنها ودها تسوي أي شيء ضد رغبتي وإرادتي، ولقوها فرصة. يعني ما في فايدة يا عمي؟ على راحتك. مع السلامة. هذا بنت اخوك يا عساف، ليش تكسر خطرها؟ انت يا زينك ساكتة، انت وش دخلك بيني وبين بنات اخوي؟ وش ذا اللقافة؟ وبعدين على فكرة لا ودي اشوفك ولا ابي اسمع صوتك. يلا انقلعي. اللي مثلك ما ينرد علي يا ولد الخالة، بس لو انت رجال صحيح كنت تروح وتحضر ملكة بنت اخوك. عاجبك؟ عاجبك اللي تسويه بنت اختك؟ كبرتي راسها علي. صدق انك ما تستحي، ما عندك حشيمة لي ولا لزوجتك ولا لبنات اخوك، ولسانك له طدانك وما له حدود. خير انت عمشر وانت تلقى. انا الغلطان، انا الغلطان يا مراضي، انا اللي قدمت الخير. ايش هالخير اللي قدمته يا عساف اللي ما شفنا منه شيء للحين؟ أنا ما أخذت حقوقي أول بأول من راضي، بالعكس قاعد أشتغل وأكبر أعماله، ما أبي بناته أو زوجته يحسون بأي تغيير، وعلشان أنا نيتي طيبة يصير هذا جزاي؟ تدري يا عساف يا ولدي لو شربت ماي البحر كله ما راح تشبع، لأن الأنانية وحبك لنفسك متأصل فيك وطول عمرك ما تقول إلا يلا نفسي. أذكر يا عساف من يوم كنت صغير أبوك مات وأخوك راضي تحمل المسؤولية وسافر بلاد المسلمين، وانت ولا على بالك، ما همك إلا تاكل وتشرب مثل حالك الحين. والحين خلصت من راضي ودرت على بناته. الله يسامحك، الله يسامحك، هذولي لحمي ودمي، هذولي بنات أخوي، أحطهم في قلبي وأصر عليهم. أمر الدم ما يسمى كذب يا عساف،
كذب لي قالوا ان الدم ما يصير ماء. تدري ليش؟ لان انعدمت الاخلاق ومات الضمير، لان العم سرق عيال اخوه، ساعتها الدم يصير ماء. كلكم ضدي، كلكم. من زمان من زمان يمه وانت تفرقين بيني وبين اخوي راضي، ما على لسانك الا راضي راضي راضي. طحت من كفتك يمه، طحت من كفتك يا ام راضي. ليه ليه؟ تدري ليش؟ من ظلمك اللي ما سلم منه احد، حتى زوجتك بنت خالتك اليتيمه اللي ما عندها احد غير وجه الله ما سلمت منك. والدور والدور يا عساف جاي علي انا. انت وش تقولين يمه؟ اللي سمعته اللي سمعته يا عساف، روح من قدامي، ما ابغى اشوفك. قلبي غضبان عليك، قلبي غضبان عليك، روح من قدامي، ما ابغى اشوفك، ما اقدر اتحملك اكثر من كذا، روح. انا اللي ما عاد اقدر اتحمل اكثر من كذا، دائما زعلانه وغضبانه علي، ايش تبيني اسوي؟ اوطي راسي للغريب اللي قاعد في بيت اخوي؟ ولا اصير مطيه للنجود عشان اصير طيب في نظرك؟ ولا ايش تبي؟ تبيني اسامح اصايل على عمايلها؟ ولا اوافق لك على زواج زياد من وعد؟ خلاص خلاص تعبت، ما اقدر اتحمل اكثر من كذا، خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. مبروك. الله يبارك يا زياد. ان شاء الله تسلم تسلم. مبروك يا استاذ حمزه. هلا هلا وسهلا. الله يبارك فيك. يلا الفال لك ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. زياد ترى انا باكر مسافر، ما اوصيك على البنات واصايل. ما يحتاج توصين عليهم يا حمزه. انا حقيقه ما ادري شلون اشكرك على وقفتك جنبي في زواجي من وعد. وهذا الموضوع منتهي منه من ايام راضي، بس انا ما اوصيك على البنات واصايل. الله يبارك فيك. ترى هذولي امانه برقبتك. ان شاء الله. بارك الله فيك. يلا يبارك. يلا حيهم. يا هلا يا هلا. مبروك يا ولدي، منك المال ومنها العيال ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يسلمك. انا بصراحه سوينا البلشه علشان نفتك من حنه زياد، وهم بعد يدير باله على اصايل والبنات. البركه فيك يا اخوي حمزه، انا اشهد انك طلعت خوش رجال. صحيح ان ملكنا زياد، لكن باذن الله لاسوي حفله فخمه تليق ببنت راضي. الله يعزك يا أخوي ويطول بعمرك. وحنا في ذيك الساعة يوم أنكم تممتوا فرحتي وملكتوا زياد على وعد، تدرون يا جماعة الخير الود ودي أني أشيلها من بيتها وديها لبيتنا. والله يبا يا ليت تسوي كذا. البنت بنتك يا أبو زياد، تموت إن شاء الله. إن شاء الله يا أخوي حمزة لا سوي لها حفلة زواج، لا خلي القريب والبعيد يتكلمون عنها كأن أبوها موجود الله يرحمه، وأكثر بعد. الله يطول بعمرك يا أخوي وتشوف عيال عيالهم والسامعين إن شاء الله. آمين. تذكرين يا وعد؟ تذكرين يوم كنا نقف هنا وكان زياد يزور الوالد؟ أوه. أوه. رأسي. إيش فيك يا ويقام؟ ما أدري، حاسة بسخونة، بس ولا يهمك، فرحتنا اليوم بالدنيا كلها. أنت اللي شفيك؟ كنت أتمنى إن الوالد يكون موجود. وأنا بعد يا وعد، صدقين يمكن أنا حاسة بسخونة من كذا، لكن أنا سعيدة ومستانسة إنك تزوجتي زياد. ما هي هذه كانت رغبة الوالد؟ يا بعد عمري يا وعد. معقولة يا بنات قاعدين هنا ومخلين جدتكم لحالها؟ مبروك حبيبتي.
ألف مبروك منا المال ومنك العيال، وإن شاء الله تكون ذرية صالحة وأول مولود يكون ولد بإذن الله، ونسميه على اسم أبوك راضي الله يرحمه. أنا بروح البيت. أقول يا عامر، آه. الظاهر صديقك هذا آخرتها بيطلع مجنون. يا أخوي خله ينجن ولا ينهبل، وش علينا منه؟ خلينا نكمل سهرتنا يا بالحلال. وشلون أبوك؟ لا بشرك سلم عليك. لا إيه، ولا عاد صار يسأل عني، إذا طلعت ولا رجعت ما عاد يدري عني. أفا، وشلون أمك؟ الحمد لله بعد تسلم عليك وطيبة وبخير. لا أقول لك هذه الغالية، هذه اللي ما أقدر أستغني عنها أبد. الله يحفظها لك يا عامر. اللهم. دير بالك يا زياد، ما وصيك، دير بالك على بنت الغالي. وعد في عيوني يا خالتي، حنا ما نبى اللي رضاك علينا. الله يرضى عليك ويسعدك إن شاء الله يا رب. يلا يا اخوي حمزه، هات لي زياد نبي نمشي يا اخوي، ما نبقى قادر على الوقفه هذه. يا خله يا ابو زياد، من الفرحه ما هو مصدق. وان كانك تعبان انا رايح اوصلك، خله قاعد مع الجماعه. هذا من اول يوم تتعب يا ابو زياد تونا. والله لولا خوفي من الناس لا يقولون ابو زياد انهبل، اني لا ارقص رقص لا عفس الدنيا فوق تحت من الفرحه. بس تدري نادي يا رجال خلنا نمشي. خلاص خلاص يلا على ذنكم. حياك الله. مبروك يا وعد، مبروك يا زياد. الله يبارك فيك يا عمي. ما قصرت يا وليدي على وقفتك وياهم. هذه بنتي يا ام راضي، بعدنا ما سوينا شيء وفرحتنا بتكتمل بليلة عرسها ان شاء الله. سانسة يا أصايل. الله يخليك لي يا حمزة. يلا يا زياد الوالد بروح. إن شاء الله طال عمرك. زين تمرون وشي توصلني وياك يا ولادي؟ عيوني لك يا خالتي. تسلم عيونك يا زياد. زين أنا بوصلك يا خالتي، وعم أبو عبد العزيز يوصل الوالد. على خير، تفضلي. يلا حبيبتي ويهام، إن شاء الله يوم اللعب رحلك. وين شفيت خدك حال؟ مريضة يا بنيتي؟ لا لا ما فيني شيء يا جدة. ويهام أنت تعبانة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. هلا خالتي. ها ان شاء الله عجبتك ملكة وعد. ما نبرد عليك يا عساف.
الحين أحس بالراحة لأني حققت أمنية من أمنيات راضي الله يرحمه، وأقدر أسافر وأنا مطمن، لأن عندكم ريال يقدر يدير باله عليكم، وهو طبعا العم أبو عبد العزيز، وراح يساعد الأخ زياد لأنه راح يشيل منه الحمل شوية. أنا مستغربة العلاقة القوية الحميمة اللي بينك وبين راضي، غريب إنه ما كان يتكلم ولا يجيب حتى اسمك. صحيح يقول إنه عندي صديق عزيز علي، بس أنت تقول إنك تجي للمملكة بس ولا مرة جيت لبيتنا. أنا الله يسلمك، لما أجي المملكة سواء كان للعمل أو العمرة أو الحج لازم أمر وأشوف راضي. شلون؟ أقولك شلون؟ ما الله يسلمك، لازم راضي يمر بالأوتيل إذا كنت أنا عندكم، أو نطلع سوا للعمرة، أو إذا كان هو مسافر إلى دولة عربية أو أجنبية لازم يمر الكويت يقعد عندي شوية وبعدين يكمل رحلته. صداقة بهالقوة والعمق وراضي ما يقول لي شيء عنها، صحيح غريب. الغريب أنت بتنسينا بفرحتنا بوعد وتسألين عن صداقتنا أنا وراضي. معقولة؟ معقولة أنسى اللحظة اللي كنت أتمناها طول عمري؟ بس ساعات يخطر في بالي مليون سؤال وسؤال. في لحظة بتلقيني أجاوبك على جميع الأسئلة، بس الحين روحي تطمني على البنات وخاصة ويام، لأن أنا شفتها اليوم تعبانة. أنا بطلع بعد، برتاح إن شاء الله. حمزة. نعم. أنا آسف على طريقة وام معك. لا، ويام مثل بنتي. هذه أول خطوة يا راضي. قلب القريب عشرة العمر تمادى في خطا، مو غريب يضمد جراحك غريب، الوفي غير الوفا شنهو السعادة ما تجي من
رفع صوته وقال السعادة ما تجي من غير مال، المهم تمشي